ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تعرضت فتاتين تبلغان من العمر 15 و16 سنة ليلة يوم الأحد 2 يناير للتسمم قرب المقر السابق لبنك المغرب بساحة جامع الفناء. وبحسب مصادر جريدة كاش 24 الإلكترونية، فإن المعنيتين بالأمر أحست بمغص شديد مباشرة بعد تناول قطع لدى بائع للحلويات في عربة بجمع الفناء، ما استدعى ربط الاتصال بالوقاية المدنية لنقل الفتاتين لتلقي العلاج بمستعجلة مستشفى الرازي بمراكش. هذا وقد حلت بعين المكان عناصر الدائرة الخامسة والسلطات المحلية التي قامت بحجز العربة بالموازاة مع فتح تحقيق في ظروف ملابسات الواقعة.